عند البيت. هي المعلمة واحنا كلنا صبيانها. اذبح يا زكي يا قدرة، يذبح زكي يا قدرة، اصلغ يا زكي يا قدرة، يصلغ زكي يا قدرة. عاوزك تقتليني يا قطة عشان الصرصار احمد سامح. بالزمن اللي احنا فيه ده لازم الواحد يدخل في حته من الاثنين، يا السجن يا المستشفى يا اما القبر. شوف ازاي عسل عسل. نعيمه اوعي تشد السيفون يا نعيمه، انا تغري.